السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك ومتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022. تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو الفراخ الأبيض 33 جنيه، سعر كيلو مهات الأبيض 23 جنيه، سعر كيلو الفراخ الساسو 35 جنيه، سعر كيلو الفراخ البلدي 43 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من 11 جنيه 13 جنيه، سعر الكتكوت الساسو من 7 جنيه 9 جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 3 جنيه 5 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 50 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 52 جنيه، كرتونة البيض البلدي 54 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.